السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنشرح لسن فور بس، in unit 11 هشتغل لسن فور وبس، exploring the distance between points on a line. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب، يلا بسم الله. طيب هو هنا بيعلق exploring the distance between points on a line، تمام؟ وهيبدأ يفكرك remember the absolute value of a rational number. اوكي، الدرس انا يعتبر شرحه بره، مش هشرحه من جوه الكتاب، لا الاساس بتاعي كله من بره. طيب يعني ايه absolute value of a rational number؟ absolute value يعني distance، و distance يعني دايما القيمة اللي بتطلع لك بتبقى positive. عشان كده لما اتكلم معاك قالك absolute value of a rational number. ليه rational number؟ عشان العيلة دي، لو انت فاكر لما كنا بنتكلم على sets في الترم الاولاني وكلمنا بقى ان النمبرز اللي موجودة بقى تبع الكاونتينج نمبرز واللي موجودة لغاية ما وصلنا للrational number، اكبر عيلة، اكبر عيلة من العائلات اللي فيها نمبرز، عرفنا ان عندها positive وزيرو وعندها negative numbers، عندها كل حاجة، عندها هول نمبر، عندها ديسمال، عندها فراكشنز، عندها ميكسد نمبر، عيلة كبيرة، عيلة الراشنال نمبرز دي، تمام؟ طيب هو هنا بيتكلم معاك على absolute value لأن الدرس بتاعك بيتكلم على distance between points on a line. distance زي ما قلت لك عشان أجيب مسافة distance لازم المسافة دي تبقى دايما positive. ما ينفعش مسافة distance أجيبها وتكون بالنيجاتيف، ما ينفعش، تمام؟ يبقى لما أكلمك على absolute value هفكرك بيه حالا دلوقتي، فأنا بتكلم على distance و distance دايما positive number. طيب يعني تعال نبص هنا كده، لو جيت حطيت لك point عند number 2 وسميت البوينت دي A، ها وبدأت أقول لك قول لي بقى يا سيدي الـ absolute value of A. طبعا التو لاينز دول بنقراهم absolute value، المفروض المعلومة دي عندك من الترم الاولاني، absolute value of the point A، يعني كأنه بيقولك absolute value of number 2 والكلام ده equals 2، ودي معناها ان البوينت اللي اسمها A دي بتبعد 2، بص كده units عن الزيرو، بتبعد 2 units عن الزيرو، او لو حابب تقولي 2 units عن الاوريجين بوينت بتاعتي مفيش مشكلة، تمام؟ يبقى ايه الديستانس بينها وبين الزيرو او بينها وبين الاوريجين بوينت؟ ديستانس اهو بتكلم في مسافة 2 units، عنديش مشكلة لان الاي اصلا positive number يا ميس، فطبيعي ان انا لما هاجي ابص وتقولي لي المسافة بين الاي والزيرو قد ايه هقولك 2. طب ايه رايك لو انا حطيت لك، طب ايه رايك لو جيت حطيت بوينت هنا اهو فوق النيجاتيف 4 وسميتها لك بي وقلت لك قول لي بقى الديستانس بين بي اند او، او بين البي والزيرو، ايه رايك؟ او بين البي والاوريجين بوينت. بص ممكن اسالها لك بكام طريقه، المسافه دي الديستانس دي قد ايه؟ اوعى تقول لي نيجاتيف 4، اسكت، ما ينفعش distance تبقى ايه بالنيجاتيف، امال ايه يا ميس؟ distance يعني هاخد النيجاتيف 4 دي واحطها جوه الابسوليوت فاليو، جوه الابسوليوت فاليو فتطلع لي بوزيتيف. فلما اكلمك عن المسافه بين بي، distance between b and o الاوريجين بوينت بتاعتي، هقول لك انها equal 4 units، المسافة between B and O، between B and O equals 4 units. عشان كده عرفنا فكرة absolute value، اي number بيخش جوه absolute value بيطلع لي positive، فبوزيتيف هيطلع بوزيتيف ما عنديش فيه مشكلة، لكن negative هيطلع لي positive، وانا بتكلم على absolute value يعني انا بتكلم على distance. شوف انا عمالة اكدها كم مرة. طيب لو انا حطيت بوينت يا ميس هنا هو عند الزيرو سميتها سي، ايه رأيك؟
absolute value يا شباب of zero equals zero. وخد بالك ان c اصلا مفيش بينها وبين الزيرو اي مسافة. عشان كده لما اقولك ايه المسافة بين c والاوريجين بوينت او بين c والزيرو، هتقول لي زيرو مفيش مسافة، ده هي موجودة اصلا على الزيرو يا مس. لما اجي اقولك absolute value of zero، ما هو احنا اتفقنا absolute value يعني الديستانس بتاع الزيرو دوت هو زيرو، مفيش، متفقين؟ طيب يبقى تاني، عشان كده هو بيتكلم معاك على absolute value of rational number، لانه هيتكلم معاك في number line كبير، number line فيه positive numbers وفي negative numbers وفي zero، rational بقى كل العيلة الكبيرة دي. فلما يتكلم معاك على absolute value انت لازم تبقى فاهم بتتكلم على distance، والdistance دي هتطلع بايه؟ بالبوزيتيف. ديستانس بوزيتيف، عنديش مشكله ان النمبر يبقى نيجاتيف، لكن لما اتكلم على ابسوليوت فاليو يبقى انا بتكلم على ديستانس بتطلع بالبوزيتيف، متفقين؟ طيب لما اجي بقى اتكلم على ذا ديستانس بتوين بوينتس اون هوريزونتال لاين، زي ما انت شايف كده هوريزونتال، اوكي اللاين اللي نايم ده بسميه هوريزونتال، متفقين؟ طيب انا عندي تلات حالات بقى عاملهم لك هم في شكل مقارنة بمنتهى السهولة. جمع كده الداتا بتاعتك وحطها في الورقة، او النوتس بتاعتك حطها في الورقة بتاعتك او كشكولك اللي بتذاكر فيه، عشان لما تحتاج لها تلاقيها بسهولة، متفقين؟ طيب انا عندي تلات حالات زي ما انت شايف. طيب for any two points A and B، لو انا عندي two points اسمهم A and B، اول حالة ركز بقى في الناحية الاولانية دي number one، هتلاقي ان A and B on the right of O، A و B موجودين ناحية الرايت من ال O، O بقى دي زي ما اتفقنا يا تتعامل معاها انها zero يا تتعامل معاها انها origin، براحتك. A and B موجودين فين؟ on the right، اهم ناحية اليمين، معنى كده ان A and B positive numbers، positive هم، A بيشاور على 1 و B بيشاور على 4. طب تقدر تقول لي المسافة بين A و B قد ايه؟ انا عايز المسافة دي بين A و B، يعني means distance هتبقى equals B minus A. B بيشاور على كام؟ بيشاور على 4، ادي equal تحت ال equal، B بيشاور على 4 minus A بتشاور على كام قدامك؟ بتشاور على 1، 4 minus 1 يعني 3 units، يبقى الديستنس بتاعتي هنا equals 3 units. عايز تتأكد بص من على الرسمة كده وعد، ادي 1 2 3، عديت 3 units all. يبقى اول حالة عندك لما يكون two numbers بتوعك او two points الاول محطوطين on the right of the origin point، on the right، okay. بتاخد بقى النمبر الكبير البوينت البعيدة ماينس النمبر اللي بتشاور عليه البوينت القريبة من الأوريجين، فأخدت 4 ماينس ال 1. عشان كده بص بيقولك خد بالك B greater than A، الفاليو اللي عند B أكبر من الفاليو اللي عند A، عشان كده قلتلك 4 ماينس 1 equals 3 units، سهلة. طب المنظر التاني، لو عندك A and B، طبعا دي تاني حالة، اوكي، لو عندك A and B on the left of O، A و B، بص O الأوريجين بوينت بتاعتك اهي، و A و B موجودين فين؟ on the left زي ما انت شايف كده، معنى كده ان A and B negative numbers، بص A بيشاور على negative 4 و B بيشاور على negative 1. طب انا عايز distance between A and B، خد بالك distance يعني لازم يطلع لك قيمة positive، النمبر اللي هيطلع لك لازم يكون بوزيتيف ما دام دخلت كلمه ديستانس، ما ينفعش ابدا ابدا ديستانس وتطلع بالنيجاتيف، متفقين؟ القانون بيقول لك ايه؟ ما دام الاثنين موجودين التو بوينتس بتوعك موجودين اون ذا ليفت من الاو، يبقى الديستانس ايكوالز ابسوليوت فاليو اوف اي ماينس ابسوليوت فاليو اوف بي. بص كده
absolute value of A يعني absolute value of negative 4 كلام ده minus absolute value of B يعني absolute value B بتشاور على negative 1 ودي equal. طبعا absolute value of negative 4 يعني absolute value هتشيل negative فيطلع لي 4 عندي minus اهي. absolute value of negative 1 الابسوليوت فاليو هتشيل النيجاتيف فيطلع لي 1 4 ماينس 1 يعني 3 يونتس. بين A و B هنا في 3 يونتس مسافة equal 3 يونتس distance. اوكي عد وتأكد دي 1 2 3. يبقى تاني ما ينفعش الديستانس تطلع بالنيجاتيف نمبر ما ينفعش، عشان كده بستخدم ابسوليوت فاليو. هو هنا بيقول لك نوتس كده خد بالك ان الابسوليوت فاليو بتاعت A greater than ابسوليوت فاليو بتاعت B. طبعا ابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 4 اللي هي 4 اكبر من الابسوليوت فاليو بتاعت نيجاتيف 1 اللي هي 1. ال 4 هنا ابسوليوت فاليو هيطلع لي 4 greater than ابسوليوت فاليو اوف B اللي هي greater than 1. عشان كده بدأت ب الابسوليوت فاليو اوف A ماينس ابسوليوت فاليو اوف B النقطة البعيدة كي البوينت البعيدة ماينس النقطة القريبة من O من الاوريجين بوينت بتاعتي عشان اجيب ديستانس. تمام دايما هتبص كده هو مين النقطة اللي موجودة ابعد من الاوريجين بوينت عشان دي اللي هبدأ بيها ماينس النقطة اللي اقرب من الاوريجين بوينت. ما هو مش دايما هيحط لك A و B، هيغير لك البوينت C D L M whatever ايا كان البوينت اللي هيكتبها لك. انت هتبص بعينك كده وتشوف مين البوينت البعيده وتجيب الابسوليوت فاليو بتاعتها ماينس مين البوينت الاقرب للاوريجين بوينت بتاعتك وتجيب الابسوليوت فاليو بتاعتها وتبدا تعمل ماينس وتوصل للديستانس. خلصنا الحاله الثانيه. الحاله الثالثه بيقول لك A and B، ثالث حاله اهو، A and B are on two different sides of O. بص كده ادي الاوريجين بوينت بتاعتك، بص A و B واحدة ناحية البوزيتيف وواحدة ناحية النيجاتيف. ال A ناحية البوزيتيف كاتب لك A بوزيتيف اهو وال B موجود عند النيجاتيف. طب انا عايز الديستانس، انا عايز الديستانس between A and B، الديستانس دي قد ايه؟ بص كده اظن واضح ان انت محتاج تجمع الحتة دي مع الحتة دي صح؟ طب اجمع يعني absolute value of A plus absolute value of B يبقى الكلام ده equal absolute value A بتشاور على كام؟ على 3 plus absolute value B بتشاور على كام؟ على negative 4 ودي equal تحت الequal absolute value of 3 يعني 3. ما هو انا كده كده absolute value عشان يبقى معايا positive number plus absolute value of negative 4 يعني 4 الكلام ده equal 3 plus 4 يعني 7 units 7 اي يونتس. لو طلعت فوق وبدات اتعد ادي 1 2 3 4 5 6 7، بس مش هتقعد ترسم له كده في الامتحان، لازم تبقى مفرق بين الثلاث حالات وتبقى عارف امتى تعامل بده وامتى تعامل بده وامتى تعامل بده، وتبقى فاهم ان البوينتس بتاعتي موجوده اون ذا رايت اوف الاوريجين ولا موجوده اون ذا ليفت اوف الاوريجين بتاعتي، ولا البوينتس اللي معايا موجودة واحدة on the right واحدة on the left بالنسبة للأوريجين بوينت. متفقين؟ طيب احنا كده يا شباب شرحنا كل اللي موجود هنا، بالعكس احنا كمان يعني قدمناه بطريقة احلى لان قدمناه بشكل مقارنة. تمام؟ فالمقارنة هتسهل عليك جدا وانت بتحل. تعال نبص على example number one. هو بيقول in the opposite figure find، من بقى النمبر لاين اللي قدامك دوت لو سمحت وجد لي the distance between A and B. طب ادي A وادي B، يعني مثلا انا هروح اعد بالمنظر ده كده اهو. خليك جدع بقى، احنا مش هنعد بالمنظر ده، احنا هنتعامل ان احنا جوه امتحان. فبنتعامل ازاي؟ طيب A انا ما عنديش فيها مشكلة لانها بتشاور لي على 5، اما B equal A B equal 1 and half لانها في النص بين ال 1 وال 2 فهنا عندي 1 and half. اوكي طب الديستانس بتوين بقى A and B equal A، بص يا مس التو بوينتس اللي موجودين قدامي دول موجودين on the right من ال O من الاوريجين بوينت. متفقين؟
معنى كده ان الديستنس بتاعتي هتبقى equals a minus b، والكلام ده equal a بتشاور على 5 minus b بتشاور اتفقنا على 1 and half، وادي equal 5 minus 1 and half يعني 3 and half units. خلصت، متفقين؟ انت بتتكلم كده، انت بتحل بالمنظر ده وبتتناقش بالمنظر ده. طيب the distance between c and d، اوكي ادي سي وادي دي، سي دي المفروض بتشاور على ايه؟ بتشاور على بوينت موجوده بين نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، معنى كده ان انا عندي هنا سي بتشاور على نيجاتيف 1 اند هاف، ما هو ده اللي في النص، متفقين؟ طيب حاجه كمان، اتفضل، سي ودي يا ميس الاثنين موجودين اون ذا ليفت من او، اون ذا ليفت، ركز كده، متفقين؟ يبقى القانون بتاعي بيقول لي ان الديستانس بتاعتهم هتبقى ايكوال ابسوليوت فاليو، هاخد البوينت البعيده الاول اوف دي البعيده عن الاوريجين، بص ابسوليوت فاليو اوف دي ماينس ابسوليوت فاليو اوف سي اللي هو اهو سي. طب ابدا شيل بقى القيمه بتاعت دي عشان تحطها جوه الابسوليوت فاليو، وشيل لي سي وحط القيمه بتاعتها، يبقى الكلام ده ايكوال ابسوليوت فاليو، دي بتشاور على نيجاتيف 4 ماينس وسي بتشاور على نيجاتيف 1 اند هاف. طبعا بص جوه الابسوليوت فاليو ازاي، طيب ابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 4 هيطلع لي 4 وادي الماينس اللي بره، وابسوليوت فاليو اوف نيجاتيف 1 اند هاف هيطلع لي 1 اند هاف، الكلام ده ايكوال 4 ماينس 1 اند هاف يعني 2 اند هاف يونتس، 2 اند هاف ايه؟ يونتس ابسوليوت فاليو، عشان انا بجيب ديستانس والديستانس لازم تطلع لي بوزيتيف، لو حليت وطلع قدامك رقم والرقم ده نيجاتيف على طول اعرف ان انت بتحل غلط، متفقين؟ بعد كده عايز the distance between a and d، ادي a وادي d، واحدة on the right من الاوريجين والتانية on the left من الاوريجين، معنى كده عشان اجيب the distance ديت between a and d يبقى مطلوب مني ان انا اقول له absolute value of a plus absolute value of d، متفقين؟ ركزوا في الحتة اللي انا بحل فيها دي، اوكي؟ طيب absolute value of a يعني 5، a بتبعد 5 units عن مين؟ عن ال o، متفقين؟ plus absolute value of d يعني دي بتشاور على negative 4 اهو، ودخلتها جوه ال absolute value عشان انا عايز اعرف المسافة بين ال d وبين ال O، الكلام ده equal absolute value of 5 يعني 5 plus absolute value of negative 4 يعني 4، الكلام ده ب 9 units، يبقى المسافة بين A و D equal 9 units، okay؟ بعد كده بيقول لك عايز the distance between B and C، نفس الكلام، هتبدأ تبص يا ميس، بصي B موجودة on the right من ال O و C موجودة on the left من ال O، معنى كده ان انا عايز احسب الديستنس دي كلها، فعشان واحدة on the right وواحدة on the left فهبدأ اجيب absolute value of B plus absolute value of C، تمام؟ فيبقى عندي absolute value of 1 and half plus absolute value C بتشاور على negative 1 and half، طبعا الكلام ده equal هنا هوت 1 and half هتطلع 1 and half زي ما هي plus، وهنا هوت absolute value of negative 1 and half هتطلع لي ب 1 and half، 1 and half plus 1 and half يعني هيطلع لي 3 units، 3 units، يبقى distance between B و C equals 3 units positive number، بتكلم على distance يبقى بتكلم على positive number، متفقين؟ الحالة التانية يا شباب، لما تجيب the distance between points on a vertical number line، المرة دي هتعامل مع vertical number line، بصوا معايا كده برضو نفس المقارنة ونفس المنظر، اوكي؟ بس المرة دي ايه؟ vertical، وتقريبا نفس الكلام بس هبدأ اقول وانا بتعامل مع ال vertical مش اكتر من كده، بص كده distance between points on a vertical number line معايا A and B above O، ادي O، اوكي الاوريجين بوينت بتاعتك او الزيرو، خليك عارف كده دايما ان الاو اوريجين بوينت او زيرو، متفقين؟ طيب
ما دام هم above يبقى هتلاقي ان A and B positive numbers. A و B بص A بتشاور على 1 و B بتشاور على مين؟ على 4 positive هم. طيب distance between A and B equal A هتبقى equal B minus A. النقطة البعيدة minus النقطة القريبة من ال O. متفقين؟ النقطة البعيدة minus النقطة القريبة. طيب يعني الكلام ده equal B بتشاور على 4 minus A بتشاور على 1. 4 minus 1 يعني 3 units. ادي اول فكرة. يبقى لما يكونوا above the origin بتبص على مين البعيد minus القريب بس من الاوريجين وتوصل للديستانس. وطبعا طلع قدامك ايه؟ بوزيتيف اهي. طيب هنا بيقول لك الحالة التانية لما يكون A and B below O تحت O. ادي O بتاعتي اهي بص كده A و B موجودين تحتها. معنى كده ان A and B مالهم نيجاتيف نمبرز. نيجاتيف اهو بص A بتشاور على نيجاتيف 4 B بتشاور على نيجاتيف 1. عشان اجيب الديستانس بتاعتي مين البوينت الابعد عن O A يا ميس يبقى هاخد absolute value of A minus absolute value of B. ببدأ بالنقطة البعيدة minus النقطة القريبة عشان اجيب الديستانس دي قد ايه. اوكي الكلام ده equal absolute value A بتشاور على negative 4 minus absolute value B بتشاور على negative 1. ودي equal تحت الequal absolute value of negative 4 هيطلع لي 4 minus absolute value of negative 1 هيطلع لي 1. 4 minus 1 يعني 3 طبعا 3 units. بص كده عدهم هنا ادي 1 2 3. بين A و B عندي 3 units. متفقين؟ طيب قوانين الكلام دوت مهمة قوي تبقى عارف. يبقى لما يكون ال 2 points بتوعك below تحت ال O okay باخد absolute value of A minus absolute value of B. طيب بعد كده لو معاك A and B are on two different sides of O. two different sides يعني واحدة above وواحدة below. okay واحدة هلاقيها positive والتانية هلاقيها negative. بص كده A بتشاور على positive number اهو A بتشاور على 4 B بتشاور على negative number B بتشاور هنا على negative 2. طيب the distance between A and B equals A equals absolute value of A احنا اتفقنا A بتشاور على 4 plus absolute value of B B بتشاور على negative 2. ما انا لازم اخد المسافة دي بين ال A وال O او بين ال A وال 0 زي ما انت بتحب تقولها وبين البي والاو او البي والزيرو. لازم اخد المسافة دي والمسافة دي واجمعهم مع بعض عشان اعرف الديستانس دي كلها قد ايه. طب الكلام ده equal absolute value of 4 هيبقى 4 plus absolute value of negative 2 هيطلع لي 2. 4 plus 2 يعني 6 units. المنظر ده مهم. المنظر ده ملخص لكل الكلام اللي انت المفروض تبقى عارفه وعارفه كويس. متفقين؟ مهم. بص معايا كده على example number 2 وفكرة محترمة يعني ركز فيها. بيقولك in the opposite figure الرسمة اللي قدامك دي if a point moves on the number line okay البوينت دي هتبدأ تتحرك البوينت B to point A. لو B خدت قرار انها تتحرك من مكانها تروح عند A ده الاول. ادي اول قرار خدته. بعد كده then from point A بعد كده خدت قرار تاني تتحرك من A to point D هتتحرك من عند A لحد ما تروح عند D. okay طيب what is the total distance انا عايز بقى total distance traveled by this point هي هتبقى اتحركت قد ايه knowing that each one unit on the line equals 1 kilometer. خد بالك بقى ان كل unit لما تيجي تحل مش هقول equal مثلا كذا unit لا هقول equals كذا كيلومتر عشان كل unit بيقولك انها equal 1 كيلومتر. طيب الاول B هتتحرك لفين لA يبقى انا عايز distance from B to A from B to A. بص كده خطوات الحل بقى يبقى distance from B to A B to A كلام ده equal. طيب من B ل A يا شباب ها بصوا كده ال O بتاعتك اهي. ليه عملت لنا ال O عشان اقول لك
هي above ولا below الاو؟ لا هم موجودين below يا ميس. يبقى معنى كده ان انت هتاخد absolute value of a، معنى كده انك هتاخد absolute value of a minus absolute value of b. كلام ده equal absolute value a بتشاور على negative 4 minus absolute value b بتشاور على negative 2، وادي equal absolute value of negative 4 يعني 4 minus absolute value of negative 2 يعني 2. الكلام ده equal 2 كيلو ايه؟ متر. مش هكتب units بقى، 2 كيلو متر. متفقين؟ يبقى المسافة دي 2 كيلو متر. بعد كده جت اتحركت من عند ايه لحد ما وصلت لمين؟ لدي. يبقى distance from A to D، من A لD. خد بالك A موجودة below O وD موجودة above O، فوق الأوريجين وتحت الأوريجين. معنى كده ان الديستنس دي هتبقى equal A equal يا ميس absolute value of A بلس، يعني المسافة بين الـ O والـ A بلس absolute value of D، المسافة بين الـ O والـ D. أنا لازم أجمع المسافة دي والمسافة دي عشان أوصل للمسافة اللي هي اتحركتها الحركة التانية بتاعتها. كلام ده equal A بتشاور على negative 4، يبقى absolute value of negative 4 بلس absolute value of D اللي هي بتشاور على 2، ودي equal. هنا هو معناها 4 بلس 2 يبقى معايا 6 كيلو متر. خلاص كده. يبقى الحركة الأولانية اتحركت فيها 2 كيلو متر، والحركة التانية اتحركت فيها 6 كيلو متر. طيب هو عايز total distance، total distance. يبقى هجمع بقى 2 بلس 6، 2 بلس 6 equals 8 كيلو متر. خلصناها. متفقين؟ كلام منطقي. انت بس ماشي ورا المسألة. هو بيقول لي بدأ ببي وراحت عند ايه، شفت الديستنس قد ايه، بعد كده من عند ايه راحت عند دي، شفت الديستنس قد ايه، وعايز توتال ديستنس. يبقى جمعت المسافة دي مع المسافة دي، عرفت التوتال ديستنس بتاعتي. متفقين؟ احنا كده خلصنا الجزء اللي احنا ان شاء الله كنا ناويين نشرحه، ونبص على check your understanding as a homework للحصة. ما تنسوش تدعوي دعوة حلوة بظهر الغيب، اكتبولي تعليق حلو تشجعوني بأكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.